تراوري تستيدي بالمسافة المتوسطة بيسجل علي تراوري سوسا تستيدي وناجحة كمان من إدغار سوسا نور علي تراوري عم يلعب تحت السلة اند وان مقطوعة من إدغار سوسا بروح على السلة اي لاف ذيس كيك نجحوا فيها بشكل كبير بالمباراة السابقة وإدغار سوسا عم يسجل كلي تاكر تستيدي ثلاثية بيسجل المحاولة الأولى الفارق سبع نقاط كلي تاكر عم يستلم كلي عم يسدد الريباوند لمين لصالح الادي امينو بروح على السلة بيسجل الادي امينو امير اسماعيل بيسجل للمرة الثانية برد للمرة لجاي بيعطيه اوبن شوت بيسجل جاي يونغ بلاد نقطة السابعة كلي تاكر كلي عم يسدد من محل بعيد بيسجل كلي تاكر هيدا بيسجله ويسدد كلي تاكر بهالشكل ما بعرف كمان محاولة ناجحة كارسوسا بالريباوند لمين لصالح امير يلي بيسدد على لا 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 بالعودة للجيم جاي بيسدد بيسجل نقطة ال 11 جاي يونغ لاسماعيل هل رح تكون الثلاثية الثالثة لاسماعيل احمد بالجيم لاعب حتى قريب منه جاي يونغ بلاد بجرب يرد برد جاي نقطة الكوارتر الثاني فريق بيبروس عم يضيع محاولات سهلة جدا تمريرة عم توصل لعلي حيدر بيخترق البيس لاين بسجل الحيدر نقطة تراوري تسديدة بالمسافة المتوسطة بسجلها تراوري نقطة العشرة علي حيدر كمان عم يسدد عن الارك كويس تراوري عم يلعب على السلة علي تراوري من جاي يونغ بلاد روديك بوصلها لجاي اللي بروح على السلة اي لاب سكيب جاي يونغ بلاد تسديدة لا 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 طبي جون عبد النور الوحيد يلي راح ليقدر يعمل اوفنسيف تحت السلة محاولة ناجحة كمان لصالح جون عبد النور عم يسدد عم يسجل جون عبد